بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على ما يقوله من كذب، بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الذي لا عتاب معه. الهجر الجميل هو الهجر بلا عتاب. ثم قال له متواعدا لكفار قومه ومتهددا، وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء، وذرني والمكذبين أولي النعمة، أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال، فإنهم أقدروا على الطاعة من غيرهم، وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم. ومهلهم قليلا، أي رويدا كما قال، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولهذا قالها هنا إن لدينا أنكالا، وهي الخيود، قاله ابن عباس وعكرمة وطاووس ومحمد بن كعب وعبد الله بن بريدة أبو عمران الجوني وأبو مجلز والضحاك وحماد بن أبي سليمان وقتادة والسدي وابن المبارك والثوري وغير واحد. إن لدينا أنكالا يعني قيودا، وجحيما وهي السعير المضطرمة، وطعاما ذا غصة. قال ابن عباس ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال، أي تزلزل، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء، ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب، فلا يبقى منها شيء إلا ذهب، حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوجا أي واديا ولا أمتا ولا رابية، ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. قال ابن جرير رحمه الله وذرني والمكذبين، فدعني، يقول يعني تعالى ذكره بقوله وذرني والمكذبين، فدعني يا محمد والمكذبين بآياتي أولي النعمة، يعني أهل التنعم في الدنيا، ومهلهم قليلا، يقول وأخذهم بالعذاب الذي بسطته لهم قليلا حتى يبلغ الكتاب أجله. وذكر أن الذي كان بين نزول هذه الآية وبين بدر يسير، أن عائشة قالت لما نزلت هذه الآية
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما قالت لم يكن إلا يسير حتى كانت وقعة بدر. عن قتادة قال الله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا يقول إن لله فيهم طلبة وحاجة، يعني الله يطلبهم، هو عز وجل الذي يريد أخذهم. وقوله إن لدينا أنكالا وجحيما يقول تعالى ذكره إن عندنا لهؤلاء المكذبين بآياتنا أنكالا، يعني قيودا، واحدها نكل عن عكرمة، أن الآية التي فيها إن لدينا أنكالا وجحيما إنها قيود. عن مجاهد قال الأنكال القيود، عن حماد قال الأنكال القيود، عن قتادة إن لدينا أنكالا قال قيودا. عن حماد قال في قول الله إن لدينا أنكالا وجحيما قال قيود، إن لدينا أنكالا قال قيودا سوداء من نار جهنم. يقول وجحيما، يقول ونارا تسعر أو تسعر، وطعاما ذا غصة، يقول وطعاما يغص به آكله، فلا هو نازل عن حلقه ولا هو خارج منه. عن ابن عباس في قوله وطعاما ذا غصة قال شوك يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج. عن مجاهد وطعاما ذا غصة قال شجرة الزقوم، وعذابا أليما يقول وعذابا لمن موجعا. عن حمران ابن أعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة فصعق صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف جدا. يوم ترجف الأرض والجبال يقول تعالى ذكره إن لدينا لهؤلاء المشركين من قريش الذين يؤذونك يا محمد العقوبات التي وصفها في يوم ترجف الأرض والجبال، في يوم ترجف الأرض والجبال، ورجفان ذلك اضطرابه بمن عليه، وذلك يوم القيامة. وكانت الجبال كثيبا مهيلا يقول وكانت الجبال رملا سائلا متناثرا. والمهيل مفعول من قول القائل هلت الرمل فأنا أهيله، ذلك إذا حرك أسفله فانهال عليه من أعلاه. وللعرب في ذلك لغتان تقول مهيل ومهيول. عن ابن عباس وكانت الجبال كثيبا مهيلا يقول الرمل السائل. ابن عباس قال الكثيب المهيل الذي إذا مسسته تتابع. عن مجاهد قال كثيبا مهيلا قال ينهال. أقول قولي هذا وأستغفر الله.